في فيديو النهارده هقول لك على حل مشكله تقطيع الانترنت المستمر وطريقه تسريع الانترنت بطريقه سهله ومضمونه 100%. فلو عايز تعرف ايه الطريقه دي تابع الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم معانا في فيديو جديد من قناتك مستنبايل. النهارده معانا فيديو جديد عن حل مشكله تقطيع الانترنت المستمر وطريقه تسريع الانترنت بطريقه سهله بسيطه جدا. النهارده هقول لك على 3 طرق، لو عملتهم سرعه الانترنت هتزيد معاك بشكل كبير جدا والانترنت مش هيقطع معاك. بس كده قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل طبقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما يفوتكش كل فيديوهاتنا الجاية، واعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا. ويلا بينا نبدأ. أول طريقة معانا اللي احنا ندخل على الضبط وهندخل على واي فاي وهننزل لتحت عند استخدام بيانات واي فاي وهنضغط عليها وهتبدأ تفتح معانا بالشكل ده. دي أكتر تطبيقات انت مستخدمها بتستهلك انترنت في آخر شهر. كل عليك بس اللي انت هتختار مثلا أول تطبيق وهتلاقي الخيار ده متفعل وهتبدأ اللي انت تشيل التفعيل. لان لو انت مفعل الخيار ده وانت مثلا بتستخدم التطبيق ودخلت مثلا على تطبيق تاني وما قفلتش التطبيق ده، بيبدا اللي هو يتنيه يتقلك في الانترنت وانت بتستخدم التطبيق التاني، وبيبدا يتنيه موجود في الخلفيه بتاعه الموبايل بالشكل ده، بيبطئ لك النت وبيسبب لك اللي هو بيقطع. فكل عليك بس ان انت تلغي تفعيل الخيار ده وهتروح عند كل التطبيقات اللي بتستخدم انترنت اللي موجوده، يعني مثلا التطبيق ده وبرضه تشيل التفعيل ويوتيوب وكل التطبيقات اللي بانترنت. فدي كانت الطريقه الاولى معانا في فيديو النهارده. وهندخل على الطريقه الثانيه وهي اللي هندخل على متجر بلاي وهتضغط على العلامه اللي فوق وهتروح عند الاعدادات وبعدين الاعدادات المفضله للشبكه وهتروح عند الخيار الثاني وتتاكد اللي انت عاملها عدم تحديث التطبيقات تلقائيا، لان لو عندك تطبيقات كتير على موبايلك كل شويه بينزل تحديث جديد لاي تطبيق في يوم، فوانت قاعد تستخدم الانترنت بيبقى في تحديثات شغاله فبيبطئلك الانترنت بشكل كبير. وبرضه الخيار الثالث تتاكد اللي انت عامله عدم تشغيل الفيديوهات تلقائيا، فلازم تتاكد ان انت عامل الخيارين دول. فدي الطريقه الثانيه معانا في فيديو النهارده. وهندخل على الطريقه الثالثه والاخيره واللي احنا ندخل برضو على الضبط وهندخل على خيارات المطور من خلال النظام، ولو مش هتفعلها هتروح عند هاتفي وتضغط 5 مرات على رقم الاصدار وهتنزل لتحت لحد ما تلاقي الشبكات وهتفعل 3 خيارات، هو الخيار الثاني والثالث واخر خيار خالص. حتى لو انت الاسامي عندك في موبايلك مختلفه بتفعل الخيار الثاني والثالث واخر خيار اللي هم تمكين تسجيل واي فاي فيربوس وتقييد البحث عن الشبكات وتسريع الاجهزه للتوصيل. هتفعل ال3 خيارات دول، ولو عملت ال3 طرق اللي انا قلتهم لك سرعه الانترنت هتزيد معاك بشكل كبير جدا ومش هيقطع معاك خالص. ولو الانترنت بيقطع معاك فتره كبيره ويرجع يشتغل تاني ويقطع مره تانيه وعايز حل نهائي لمشكله انقطاع مستمر للانترنت، هسيب لك تحت في وصف الفيديو فيديو لحل المشكله دي. استفدت اي حاجه من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. ولو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل طبقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.